عزيز، إذا بقينا بهذا الشكل وبقيت أيضا الحكومة ساكتة بكل تشكيلاتها مثل ما تفضلتوا، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، الموجودين يعني نائب الرئيس، كل هذه الجهات المسؤولة وأيضا كثير من النواب، بالفعل سنصل إلى هذه الحالة، نصل مثل إيران، مثل لبنان، يعني مثل ما هبطت الليرة عندهم، واليوم الخبز صعب عندهم أنه يشتروه، يعني أصبح الخبز وأصبح البنزين في إيران صعب الحصول عليه. يعني للأسف الشديد أنه اليوم ترى اللي دا يروح للصينافة ودا يقف طوابير كبيرة مو الإنسان الفقير لشراء الدولار، وإنما هذه نقول الطبقات اللي أكثر من الوسطى هي اليوم تسارع لشراء الدولار وتخزنه في البيوت، وهذا أيضا يعني نقول هذا أيضا سلبي مو إيجابي، لأنه هي راح تخزن هذه المبالغ وما راح تعرف أنه أكو صعود أو أكو نزول، ممكن أنه ينزل الدولار، يعني ممكن إذا دخلت الحكومة واتخذت قرارات صحيحة وسليمة بهذا الجانب ممكن أن ينزل الدولار،